الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا رسول الله محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع هذا البرنامج الطيب المبارك أسئلة النساء، نلتقي في هذا الوقت وندعو الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله سنجيب عن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر البريد التي بعثت إلينا وأرسلت إلينا، وكذلك سنستقبل أسئلتكم على الأرقام الهواتف الموجودة على الشاشة إن شاء الله. فإلى أن نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم، سنجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا بإذن الله سبحانه وتعالى، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا إلى الإجابة السليمة السديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ورد سؤال من أخت سائلة تقول: مرت بي ظروف قاسية فأقسمت بالله إن أخرجني الله منها أن أداوم على قيام ليلتين من كل أسبوع، فقد فرج الله عني ولكني عجزت عن المداومة على ذلك، فما الحكم في ذلك؟ يعني أخت سائلة بتسأل، بتقول إن هي نذرت، كان عندها ألمت بها ضائقة أو ظروف، فنذرت لله نذر أنها إن خرجت من هذه الضائقة وفرج الله عنها ستقوم ليلتين قيام الليل لله عز وجل، فمرت بها هذه الضائقة وفرج الله عنها، ويعني بدأت تقيم الليل أن توفي ما نذرت به، ولكنها لم تستطع أن تتم، يعني أن تستمر على ذلك، فما الحل؟ طبعا النذر المعلق لازم نعرف كده، النذر المعلق كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. النذر المعلق هو النذر المعلق على شيء، يعني مثلا أن تقول مثلا: إن شفى الله مريضي سأتصدق بكذا، أو إن نجح الله ابني، أو إن نجحت في الامتحان، أو إن حصلت على كذا فسأصوب كذا، أو أصلي كذا. هذا نذر اسمه النذر المعلق، وهو طبعا مكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. كأن هذا الرجل أو هذه المرأة أو أي إنسان علق النذر على شيء، كأنه إن لم يحصل له هذا الشيء أو لا تتغير حالته ف
فلن يخرج شيئا لله ولن يتصدق ولن يفعل هذا الأمر، ففعله تعليقا على أن ينفذ الله عز وجل ما طلبه، وهذا طبعا مكروه. طيب افرض حصل، يعني لو واحد نذر معلق، إن شاء الله مريضي، إن حدث لي كذا سأفعل كذا، يبقى إن حدث لابد أن نوفي بهذا النذر، لأن الله عز وجل قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالنذر واجب للأداء. طيب يبقى إن نذرت مثلا أصوم كذا يبقى لازم أصوم، إن نذرت إن أذبح كذا لازم أذبح، وإن حددت الذبيحة نوع معين لازم أذبحها كما حددت. يبقى النذر لابد أن يوفى، وهو واجب وفرض وحتم لابد أن ينفذ. طيب افرض الإنسان حاول بقدر المستطاع أن ينفذ ما نذر به، ويعني بكل السبل حاول أن ينفذ لكنه لم يستطيع، يعني زي الأخت السائلة بتسأل بتقول إن هي نذرت إن تقوم ليلتين لله عز وجل من كل أسبوع، لكنها لم تستطع المداومة على ذلك، وحاولت كذا مرة لكن لم تستطع، نعمل إيه؟ طيب إحنا بنقول حاولنا خلاص، يبقى حل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المشكل، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: وكفارة النذر كفارة يمين. يعني الإنسان اللي ما بيقدرش حاول بكل السبل وما يقدرش يوفي بالنذر فإنه عليه بكفارة اليمين التي وردت في سورة المائدة في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى مخير بين الإطعام أو الكسوة، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإن لم يستطع فقال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، فعليك أيتها الأخت السائلة بكفارة اليمين كما ورد في القرآن وكما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في سؤال آخر من أخت سائلة بتسأل بتقول: ما يثار في هذه الأيام عن أو من التشكيك في السنة أو عن التشكيك في السنة، وخاصة صحيح البخاري وقولهم أن البخاري ليس بمعصوم؟ يعني في سؤال بتقول إن في ناس دلوقتي بيشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة يشككون في صحيح البخاري، يقول لك طب ما هو البخاري غير معصوم ممكن أن يخطئ، فبيربطوا بين البخاري وصحيح البخاري. هنقول إن شاء الله إن بداية لابد أن نعلم أن الله عز وجل أنزل منهجا وأنزل شرعا على النبي صلى الله عليه وسلم. الشرع القرآن والسنة، فالقرآن الكريم هو المصدر التشريع الأول لنا، مصدر التشريع الأول لنا هو القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل نزل باللفظ والمعنى، فهو كلام الله عز وجل الذي كما قال أهل العلم أنه غير مخلوق، وهو متعبد بتلاوته ومتحدى به ونقرأه في الصلاة، فهو وحفظه الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتكفل الله بحفظه. والمصدر الثاني للتشريع هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في مصدرين للتشريع: القرآن والسنة. والقرآن أخبرنا بأن هناك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا بتفضل من معنا الأستاذ أحمد، اتصال. السلام عليكم. انقطع الاتصال معذرة. نكمل فبنقول ايه، ان السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، والقرآن الكريم حدثنا ان هناك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ايات كثيرة من القرآن الكريم. تفضل استاذ احمد معنا. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مولانا. تفضل اسال. تفضل حضرتك، كنت عايز اسال حضرتك على ما حكم الشرع في الخروج مع الخطيبه، ان خطيبه الواحد انه يخرج معاه. تمام هذا هو السؤال فقط. يا فندم. تمام هجيبك ان شاء الله. تفضل. في سؤال من ورد دلوقتي من الاستاذ احمد بيقول ايه، ما حكم الخروج مع الخطيبه؟ يعني هو خاطب واحدة فبيقول يخرج معها. طبعا احنا بنقول باختصار ان الخطبة هي وعد بالزواج، والخطيب بالنسبة لخطيبته هو غريب عنها،
هو طالما انه لم يعقد عليها يبقى خلاص، يبقى غريب عنها، فلا يجوز له ان يخلو بها ولا يجوز له ان يخرج معها، وانما لا بد ان نلتزم بشرع الله عز وجل. طبعا بداية الخطبة بيشوفها ويراها والرؤية الشرعية، وهي بتراه وبيوافق عليها وتوافق عليه، ممكن ان يكلمها او كذا، بس في البيت في وجود المحرم ولا يخلو بها، لان هذا لا يجوز شرعا. طبعا احاديث كثيرة تنهى عن الخلوة بالمرأة، ايما رجل خلا بالمرأة او الا كان الشيطان يثالثهما، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، اياكم الدخول على النساء، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. طالما انك لم تعقد يبقى لا يجوز لك ان تخرج معها ولا ان تحدثها في خلوة ولا ان تجلس معها في خلوة وهكذا، لان في التزام بالشرع. هي لم تصبح زوجة فهي غريبة عنك، ولا بد ان نلتزم بشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود الى السؤال الذي كنا نتكلم عنه، وهو التشكيك في السنة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرع، هي وحي من عند الله عز وجل. طبعا قلنا القرآن نزل باللفظ والمعنى، لكن السنة طبعا هي اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله، لكنها وحي من الله عز وجل، كما قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ إلا وحي يوحى. ورب العالمين يقول في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللي بيشككوا في السنة بيشككوا في الدين ككل، لأن لا يستطيع الإنسان أن يتقرب إلى الله ولا أن يعرف الأحكام الشرعية كاملة إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لك أن تعرف كيف تصلي وكم تصلي ومواقيت الصلاة، وكم إذا أخطأت في الصلاة ماذا تفعل، سجود السهو وغيره، الزكاة ومقادير الزكاة وشروط الزكاة، الحج وفريضة الحج والعمرة وغيرها، الأحكام الشرعية ككل لن نستطيع أن نعرفها بالتفصيل إلا عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة، طب نصلي إزاي؟ نصلي كيف؟ نصلي كم نصلي؟ إذا أخطأنا في الصلاة ماذا نصنع؟ يبقى كل ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي تفصل ما أجمل في القرآن أو تقيد ما أطلق في القرآن أو تبين ما أبهم في القرآن، كما قال الله عز وجل: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما ذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فيقول بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لفي كتاب الله. فسمعته أحد الحاضرات فقالت: وكيف يكون هذا الكلام في كتاب الله؟ إني قرأت القرآن الكريم فلم أجد هذا الكلام في كتاب الله. قال: والله لو قرأتيه لوجدتيه. قالت: كيف؟ فقرأت مرة أخرى قالت: لم أجده. فقال: ألم تقرأي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طبعا حينما نتكلم عن الإمام البخاري رحمه الله، نسأل الله عز وجل له الرحمة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونحسن الظن به ونقول نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا. طبعا أي إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه وغير معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حينما نتكلم عن صحيح البخاري لا نتكلم عن شخص البخاري، وإنما نتكلم عن ما ورد فيه من أحاديث صحيحة، يعني توفرت فيها الشروط الصحة وتلقتها الأمة بالقبول من سنين طويلة ومئات السنين، والعلماء نظروا في صحيح البخاري سنين طويلة وأوقات طويلة، علماء الحديث وعلماء الفقه وكل العلماء في كل زمان وفي كل مكان، فاتفقت الأمة واجتمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري. ومن يشكك في البخاري إذن سيشكك في باقي السنن بقى، أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها، يبقى هتنتهي الدين وينتهي الشرع. فنحذر هؤلاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، قال: يوشك يعني أن يظهر في الأمة رجل شبعان متكئ على ريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله.
وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. اتصال، تفضل. من أستاذ محمد من دخيل، السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم. تفضل. لو سمحت فضيلة الشيخ، يعني في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام عموما بيتكلموا على صحيح البخاري بطريقة مش كويسة، بيقولوا إن هو في تعارضات وفي أحاديث بتناقض بعضها، فممكن نرد عليه، يعني نرد عليهم إزاي، أو تمام. عاوز أعرف إيه الصح فين. تمام تمام. تفضل تفضل. خلاص سؤالك؟ هو ده حضرتك. تفضل تفضل. طبعا احنا بنكمل، هو نفس السؤال، التشكيك في السنة والتشكيك في صحيح البخاري. طبعا لو شككنا في صحيح البخاري بقى هنشكك بقى في باقي السنة. ودايما بنقول ايه، من تكلم في غير فنه اتى بالعجب. فدايما احنا بنقول ايه، وحتى الاسلام دين التخصص، في علماء الحديث اللي بقى هم لهم الباع في هذا الموضوع. وحينما نسأل عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف الأول صحة السند بتاعه، وشوف يعني العلم الرجال والدراية والرواية وغير ذلك، ونعود إلى علماء الحديث. فدايما اللي بيشككوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي لا عندهم، لا ما فيش عندهم علم لا بسند الحديث ولا علم بعلم الحديث ولا أي شيء من هذا القبيل، وإنما هم كما جندوا من أعداء الإسلام للتشكيك في دين الله عز وجل، وهذا المطلوب، لأن هم يريدون أن يشككوا الناس في دينهم. لأن لو أنكرنا السنة أو أنكرنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شككنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي توفرت فيها الشروط ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، يبقى خلاص هنضيع الدين، وهذا ما يتمناه أعداؤنا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نقول مثلا هناك أحاديث متناقضة أو تناقض بين أحاديث، فما فيش تناقض أصلا بين كلام الله ولا كلام رسول الله، ولا في تناقض أصلا بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ظهر في حينما تقرأ حديثين مثلا بينهم تناقض كما تظن، يعني ليس بينهما تناقض، يعني ممكن أوقات الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم كلام مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، رسول نهى عن زيارة القبور مثلا في حديث، يقرأ واحد يقول إيه نهى رسول الله عن زيارة القبور، يقرأ حديث ثاني يقول إيه أن الرسول أمر بزيارة القبور، فيشعر أن هناك تناقض. لا، في حاجة اسمها النسخ والمنسوخ، في حاجة اسمها المتقدم والمتأخر، في حاجة اسمها التوفيق بين الأدلة، وهذا يعني علم كبير جدا نأخذه من العلماء، ونأخذه من علماء علم الأصول، أصول الفقه وعلم أصول الحديث وغير ذلك. تفضل. من أسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبد الرحمن، ممكن شاطر يكون حرف. تفضل. من معا؟ أستاذ أحمد، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، هل يجب على الزوجة شرعا، يجب عليها شرعا خدمة حماتها أو والدة الزوج يعني؟ هذا هو السؤال؟ في سؤال آخر برضو، مين محارم الزوجة من أهل الزوج؟ محارم الزوجة؟ من أهل الزوج. من أهل الزوج؟ تمام. تفضل. خلاص سؤال؟ شكرا. الأستاذ أحمد بيسأل هل يجب على أم عبد الرحمن، تفضلي. السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش هو صفت شوية، بس أنا هقول لحضرتك سؤالي برضه. اتفضلي. هو بالنسبة لموضوع النذر حضرتك اتكلمت فيه، لو مثلا الواحد نذر مش اشترط على ربنا سبحانه وتعالى، بس قال مثلا لو ربنا هذا الحل فلان. النذر يعني؟ نعم. النذر؟ تمام. هل ممكن مثلا الواحد كان لو هو كان مقرر مثلا يذبح حاجه كبيره، بس ممكن يذبح حاجه صغيره ويتصدق بالباقي، يعني يشتري مثلا لحوم كتير وكده بس يذبح حاجه صغيره شويه، يعني باقي مثلا يبقى. انا فهمت سؤال حضرتك، فهمت. طب معلش في سؤال تاني برضه. اتفضل. لو انا كنت حجيت من فتره طويله، يعني حوالي اكتر من 10 سنين، بس حاسه ان انا ناسيه
حاسه ان انا ناسيه، مش فاكره اذا كنت شكيت في اني عملت الصفا والمروه ولا لا، يعني عملت طواف الافاضه بس الصفا والمروه يعني انا شاكه فيه، شاكه فيه من امتى يعني؟ يعني بقى لي فتره حاسه ان انا زي ما اكون ما عملتوش. لا ان شاء الله هجاوبك. هو ده السؤالين، هما دول السؤالين، معلش انا هقفل عليك بس اسمع حضرتك. ان شاء الله، اتفضلي اتفضلي، نجيبك ان شاء الله. في طبعا الزوجه، الاستاذ احمد سال سؤال قبل كده بيقول ايه، هل يجب على الزوجه خدمه ام الزوج؟ طبعا هو ليس بواجب عليها، طبعا العلماء قالوا ان هذا ليس ملزم للزوجه، وانما هو تفضل منها، يعني يعني بتعتبر الام الزوج كامها تفضلا منها، ويعني يعتبر مستحب ومفضل ومندوب، لكن كواجب عليها هذا لا يجب عليها إن شاء الله. محارم الزوج، الزوجة من أهل الزوج، يعني واحد متزوج فمن المحارم اللي هو يحل إن يخلو بيها أو يسافر تسافر معاه أو كذا من أهل الزوج. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الدخول على النساء، فقال إياكم الدخول على النساء، فقالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ فقال الحم الموت، الحم الموت. المقصود بالحم هنا قريب الزوج اللي هم الأقارب الغير محرمين عليها. طبعا الأقارب المحرمين على الزوجة ابن الزوج، وكذلك الأبناء وإن نزلوا، يعني ابن الزوج، ابن بنت الزوج، ابن الزوج، وكذلك أبو الزوج. فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا، وقال ايه، وقال قال سبحانه وتعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، في المحرمات يعني حرمت عليكم امهاتكم وكذا، الى ان وصل الى قول الله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. فدول هم المحرمات او المحرمين على الزوجه، يبقى محارم ليها. لكن ما عدا ذلك اخو الزوج، عم الزوج، ابن عم الزوج وغير ذلك فلا يجوز، ابن خال الزوج فلا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز أن يدخل عليها، ولا يجوز أن إلا طبعا مع وجود المحارم. هذا هو، هذه إجابة السؤال، أو هذا هو إجابة السؤال. أم عبد الرحمن بتسأل عن النذر، هي بتقول إن نذرت إن تذبح ذبيحة كبيرة، يعني عجل كبير أو جاموسة أو بقرة أو ما شابه ذلك، فبتقول يعني هتذبح شيء صغير وبعد كده هتكمل الباقي تجيب بيه لحم. في سؤال، اتفضل. اتصال. السلام عليكم محمد. الله من فضلك يا اخي. اتفضل اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ممكن التلفزيون شويه يا محمد؟ انا مستنيك. وطي التلفزيون شويه. انت معانا، اتفضلي. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اطرحي السؤال تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي اطرحي السؤال. أنا بسأل سؤال يا دكتور من فضلك. تفضلي. أنا واحدة طلبت مني مبلغ كبير. تمام. وبعدين مش عايزة ترده. مش عايزة ترجعه. هل أعتبره من مال الزكاة؟ الزكاة؟ تعتبريه من زكاية عليها يعني؟ طيب شكرا، تفضل تفضل. خلاص هجاوبك ان شاء الله. بنجاوب بقى عن ام عبد الرحمن، موضوع النذر، هي بتقول حقيقة نذرت ان تذبح ذبيحة كبيرة، بعد كده بقى ايه، فقالت هذبح ذبيحة اصغر، بدل ما تذبح مثلا عجل ولا حاجة هتذبح خروف وتكمل بقى تجيب الباقي لحم. لا، احنا بنقول النذر زي ما انت حددتي، قلت هتذبحي كذا بصفات كذا، يبقى زي ما حددت بالظبط، لازم نوفي بالنذر كما نذرنا به. تمام. موضوع الحج بقى، وهي شاكه دلوقتي، ده وسواس، وطبعا نستعذ بالله من الشيطان الرجيم وننسى بقى، خلاص الموضوع انتهى، لان الشيطان بيجي يشكك الانسان في دينه وفي عبادته، ودايما ايه، خلاص الامر الموضوع انتهى من زمان، من 10 سنوات، خلاص ما نلتفتش للموضوع وننسى بقى، وندعو الله عز وجل ان يتقبل منكم ان شاء الله. الاخت بتسال ام محمد، واحده استلفت منها مبلغ كبير ومش راضيه ترده، فهي هل تعتبر هذا المبلغ من زكاه المال؟
يعني ان تخرجوا زكاه المال، يعني هو طبعا يجوز طبعا، بس احنا ما نعرفش ان صاحبه اللي عليها الدين دي هل هي من الفقراء، هل هي من الاصناف الخمسه او التي يجوز او نخرج لهم الزكاه، انما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الايه، ولا لا نشوف الاول، والا فالافضل ان احنا ما نزكيش عن هذا الدين الا بعد ان يعود الينا، وبعدين نزكي عنه ونشوف من يستحق الزكاه فعلا ونخرج له الزكاه التي يستحقها باذن الله عز وجل. نيجي بقى لسؤال تاني ورد الينا. طبعا قلنا طبعا موضوع السنه وكده، فاحنا بنتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنه والقران صنوان وهما مصدري التشريع كما قلنا قبل ذلك، وندعو الله عز وجل أن يجعلنا من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من مخالفة سنته، وحذر من أن نخالف أمره من بعد لحوقه بربه سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: أنا فرطكم على الحوض ولا يختلجن أقوى من دوني، فيحال بيني وبينهم فأقول أمتي أمتي، هؤلاء من أمتي، فتقول الملائكة: لا تدري ما أحدثوا من بعدك، لقد غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا بعدا. نسأل الله العفو والعافية. في سؤال آخر، أختي بتسأل: ماتت أمي في حادثة، بتقول أن أمها ماتت في حادثة، حادثة سيارة يعني، فبتقول فهل يجوز أن نقول إنها من الشهداء؟ يعني هل نطلق على من مات ميتة الشهداء أنه شهيد؟ نقول وبالله التوفيق. طبعا الشهادة في سبيل الله عز وجل هي يعني ميتة عظيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الإنسان يتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل، ولكن الشهادة في سبيل الله قمة الشهادة هي من يموت في قتال أو في حرب بين المسلمين وغير المسلمين. وطبعا الشهادة دي هي بين العبد وربه، لا يعلم الشهيد من غير الشهيد إلا الله عز وجل. وطبعا الرسول ذكر في أحاديث أخرى إن في الشهداء المبطون شهيد والحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمرأة تموت في جمع فهي شهيدة حينما تموت وهي تلد أو في نفاسها وغير ذلك من الأحاديث. فنحن نقول أنه لا يجوز لنا أن نقطع بالشهادة لإنسان سواء مات في معركة مع الكافرين أو مع غير المسلمين أو مات بالميتات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، المبطون وصاحب الهدم والذي مات محروقا أو غير ذلك، لا نقول أن فلان شهيد بعينه، وإنما نقول مات ميتة الشهداء أو نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. أما ما ورد فيه نص أو تحدث عنه القرآن الكريم أو ما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلان هذا شهيد، فنحن نقطع بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن سيدنا حمزة: سيد الشهداء حمزة، فنقول أن حمزة شهيد ونقطع بذلك ونؤمن بذلك ونقم بذلك. لكن ما لم إنسان لم يرد فيه نص قطعي بأنه شهيد أو مرحوم أو مغفور له فلا نقطع بذلك. حينما نتكلم أن فلان مات ميتة الشهداء نقول أنه مات ميتة الشهداء، أو نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا، لا نقول المرحوم فلان ولا المغفور له فلان، وإنما نقول يرحمه الله ونسأل له الله عز وجل له المغفرة. يعني مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة الكرام، مات فقالت أم العلاء رضي الله عنها: رحمك الله أبا السائب، لقد غفر الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك أن الله قد غفر له؟ قال: أما وإني لأرجو له اليقين وأرجو أن يغفر الله عز وجل له، ولكني رسول الله إليكم لا أدري ما يفعل بي. فقالت: والله لا أزكي أحدا بعد اليوم يا رسول الله، وربنا يقول: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالعبارات المنتشرة دلوقتي يقول لك المرحوم فلان الشهيد فلان، ونقول فلان شهيد وفلان شهيد وننزل الشهادة لكل إنسان، حتى لو مات ميتة الشهداء، حتى لو مات في الجهاد في سبيل الله، نقول أنه نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. في سؤال آخر،
ورد من أخت سائلة بتقول إيه، هي ترى كانت حامل فرأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين، فهل يعتبر هذا الدم دم نفاس أو دم حيض أو غير ذلك؟ نقول وبالله التوفيق أن في خلاف بين أهل العلم هل المرأة تحيض أم الحامل تحيض أم لا، يعني في خلاف بين أهل العلم هل المرأة الحامل تحيض أم لا، منهم من قال بأنها تحيض ومنهم من قال بأن الحامل أصلا لا تحيض، وهذا هو الصحيح، حتى لما سألنا الأطباء وغير ذلك قالوا إن الحامل لا تحيض. طيب ما تراه من دم قبل الولادة بيوم أو يومين؟ قال جمهور أهل العلم أن إذا كان متصلا بالولادة يعني في طلق بقى أو في علامات الولادة خلاص يبقى يعتبر من النفاس، وإلا فهو دم فساد أو دم غير لا حيض ولا نفاس، يبقى إذا كان متصلا بالولادة فهو دم نفاس إن شاء الله. في سؤال آخر من أخت سائلة بتسأل هل على محصول الخضار زكاة وما هي النسبة؟ يعني في سؤال عن الأرض بتنتج خضار فهل عليها زكاة ولا لا والنسبة قد إيه؟ طبعا جمهور الفقهاء قالوا بأن الحبوب أو الثمار التي عليها زكاة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البر والتمر والشعير والزبيب، وقاسوا عليها كل ما يقات ويدخر كالأرز والذرة وغير ذلك، قاسوا عليها أنها من الأقوات التي تدخر. أما باقي الأشياء كالخضار والقطن وغير ذلك فإنها لا زكاة عليها، لا زكاة عليها إلا إذا بيعت وما نتج عن هذا البيع بلغ نصابا ومر عليه حول هجر كامل فإنه يزكى زكاة المال نصف 2.5% ربع العشر. تمام. الأحناف أو المذهب الحنفي قال أو أبو حنيفة قال بأن كل ما يخرج من الأرض عليه زكاة، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقال كل ما يخرج من الأرض عليه زكاة، لكن الأصح أن الزكاة لا تجب إلا على الأصناف الأربعة وما قيس عليها الأقوات المدخرة كما قال أهل العلم. فزكاة الخضار أو الخضار ليس عليه زكاة إلا إذا بعنا هذا الخضار بمال وبلغ النصاب، نصاب الحد الأدنى 85 جرام ذهب ومر عليه حول هجري كامل فيبقى زكاة مال نخرج 2.5% ربع العشر إن شاء الله. في سؤال آخر ورد من سائل بيسأل بيقول إيه، رضع أخي الأكبر من زوجة عمي ورضعت ابنة عمي الكبرى من أمي، فهل يجوز لي أن أتزوج بنت عمي الصغرى؟ السؤال عايز تركيز شوية، يعني هو بيقول إن, إن, إن أخوه الكبير رضع من زوجة عمه وبنت عمه الكبرى رضعت من أمه، تمام، فهو عايز يتزوج بنت عمه الصغرى، تمام. فاحنا بنقول ان طبعا في شروط للرضاع وكده، ان الرضاع بيكون دون الحولين وبيكون 5 رضاعات مشبعات وغير ذلك كما ورد عند الفقهاء. طيب الحرمة، حرمة الرضاع بتنتشر لمين؟ احنا بنقول كده باختصار ان اللي بيرضع يعني واحد ولد طفل صغير رضع من امرأة فالحرمة تنتشر إليه هو وفروعه من أولاده وأولاد أولاده، أما ما من يساويه أو من هو أكبر منه من أبيه وجدي وغير ذلك فلا تنتشر الحرمة لهما. يبقى يعني نقولها بسهولة، يعني طفل رضع من امرأة فالمرأة دي التي رضعته بتبقى أمه من الرضاعة وزوجها بيبقى أبوه من الرضاعة وولادها سواء من هذا الزوج أو من غيره إخوته من الرضاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتنتشر القرابة بين هذا الذي رضع وبين العائلة التي رضع منها وفروعه أولاد وأولاد أولاده إلى وإن نزل، تمام. أما من يساوي من الإخوة أو من هو أعلى منه من الأب والجد وغير ذلك فلا تنتشر الحرمة لهما، طالما أن يبقى الحرمة بتنتشر حينما يجتمع اثنان على سد واحد. هنا بيقول إن إيه، أختي أخوه رضع من زوجة عمه أخوه الكبير وبنت عمه الكبرى رضعت من أمه، فأخوك أنت هو أخو كل ولاد عمك أخوهم وزوجة عمك أمه من الرضاع وعمك أبوه من الرضاع،
والبنت الكبرى بنت عمك، كل اخواتك وانت اخوات من الرضاع، امك امها من الرضاع، ابوك عمها من ابوها من الرضاع وغير ذلك. اتفضل. ان شاء الله. فبنقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول انت تعتبر وبنت عمك الصغرى أغرباء عن بعض، لأنكما لم تجتمع على ثدي واحد. كون إن أختها أختك أو أخوك أخو أختك الصغرى اللي هتتزوجها، هذا لا يمنع أن تتزوجها، لأن أنتوا الاثنين ما جمعتوش على ثدي واحد. فطالما أن الاثنين لم يجتمعوا على ثدي واحد، سواء كان من أمك أو من امرأة أخرى، فيجوز لك أن تتزوجها إن شاء الله. هذا والله أعلم. في ختام هذا البرنامج إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا واجمع رايتنا واجعلها مرفوعة عالية خفاقة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.